نتكلم في اهله زمان. مصطفى محمد لازم يتحاسب، لازم يتحاسب، ما لهاش علاقه، ليه علاقه بالسلوك العام واسم منتخب مصر واتحاد الكوره، ما لهاش علاقه انه مع فلان وفلان. بدليل كهربا اتعاقب عشان كوبر، وكوبر مشي، وما ذلك كهربا الغلط اللي غلطه في كوبر في كاس العالم ها اتعاقب عليه وكوبر مشي. واقول لك على سر، حتى احمد فتحي ومحمد عفشافي تم عقوبتهم لانهم يعني ايه خرجوا عن سياق صاموا الست البيض، ها صاموا الست البيض كاس العالم السحور، فالسحار وصاموا في ماتشات، فطبعا ايه ده خرجوا عن سياق المنتخب. طيب. الزمالك، وعلى فكره فكره المنسق الاعلامي اللي هي هتعمل دوشه في المنتخب اللي جاي ها هتتلغي خالص، مفيش منسق اعلامي. هو منسق اعلامي ده، لان فكره المنسق الاعلامي ما ضيع بيتكلم زي الفل. لا المنسق الاعلامي ده مهم لما يكون في حد بقامه وقيمه، مثلا ياسر عبد العزيز اساسا صاحبي شاطر وكويس وحابب الشغل اللي اشتغلها قبل طبعا كده. انما لما يجي بقى ايه واحد بيشتغل في بتاع ده قال لك لا مفيش، مش هيعملوا منسق اعلامي خالص، واخد بالك؟ ليه؟